السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض أوتوديسك تنكر كاد، هو موجود أونلاين. تقدر تكتب تنكر كاد دوت كوم وبعد كده تقول له كرييت نيو ديزاين. تظهر معاك الواجهة بالشكل دوت. خلينا نعمل إدخال بالشكل البوكس دوت. هنا هتلاقي أول ما دخل بيقول لك مثلا أنت عايز اللير لوك اديت ما حدش يقدر يعدل فيه او تعمل له هايت بالشكل دوت، وهنا تقدر تقول له شو اول تظهر كله، عايزه مفرغ ولا سوليد، ولو عايز سوليد باي لون تقدر تختار اي لون. تقدر تحدد موضوع الشفافيه بتاعته زي ما انت عايز. تقدر تحدد الراديوس بتاعت الحواف بالشكل دوت او ما تخلي ما فيش راديوس. تقدر تشوف عدد الستبس اللي موجوده، مثلا عدد اللينس تقدر تكبر، الويتس الهاي زي ما انت عايز. هتلاقي المقابض تقدر تحرك بالشكل دوت. تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تشوف الشكل من اكتر من اتجاه. تقدر تعمل زوم، تقدر تعمل زوم على الشكل اللي انت محدده. تقدر تشوفها في الاورثوغرافيك او في البرسبكتيف، يعني تشوف مقاس الحاجة القريبة منك قد مقاس الحاجة البعيدة ولا لا، حسب العين بتشوف الحاجة القريبة أكبر من نفس الحاجة دي لو هي بعيدة. تقدر تحط مثلا شكل تاني. طب لو أنا عايز أحط فوق هنا في الجزء اللي فوق، فبقول له ورك بلان وأروح أحدد ده أو ده أو ده أو ده بالشكل دوت، وأبدأ أحط الحاجة اللي أنا عايزها بالشكل دوت. تقدر ترفعها شوية مثلا، تقدر تعمل سيليكت على العناصر دي كلها وتقول له مثلا عايز اعمل لها جروب بالشكل دوت. تقدر مثلا تحط حاجه زي كده، وتقدر بعد كده تقول له انا عايز اعمل لها ميرور، فيبدا يقول لك انت عايز ميرور في اي اتجاه. ممكن تخليها مثلا بالشكل دوت، او تقدر تحط تكست، والتكست تقدر تكتب اللي انت عايزه. بالشكل دوت تقدر تحط حرف حرف، كل واحد من دول بيبقى ليه المقابض اللي تقدر تتحكم في كل حاجة زي ما انت عايز. هتلاقي برضو أشكال كتيرة متنوعة، في حاجات خاصة بالسيركت، في حاجات خاصة بأشكال زي كده تقدر تختارها طيارة مثلا حاجة زي كده. خليني اعمل سيلكت على كل الحاجات دي مره واحده واقول له ديليت. وخلينا كده ناخد مثال مثلا شكل بسيط خالص، وليكن مثلا الشكل دوت اهو. وبعد كده انا عايز اعمل له ميرور، فاقول له انا عايز اعمل ميرور بالشكل دوت. طيب هو كده كويس، بس خلينا ناخد امر ان انا لو عايز اطرح شكل من شكل اعمل ايه. خليني اجي كده مثلا واقول له انا عايز اشوف من التوب، عايز اشوف مثلا البوكس دوت احطه هنا. البوكس ده اخليه هول يعني مفرغ، واقول له ارفعه بالشكل دوت اهو، واقول له اعمل سيلكت على ده وده، واقول له ايه اعمل لي جروب، فيبدا يطرح الجزء اللي فوق. طيب انا عايز افرغ الشكل دوت، فانا ممكن اجي مثلا من التوب مثلا هنا واقول له كنترول دي، يعني فرغ الشكل، بس شكل جديد هعمله هول. وبعد كده ادوس على Alt بحيث ان انا اقدر احرك الشكل زي ما انا عايز كده. تمام، بقى الجزء اللي جوه مفرغ، فانا ممكن اعمل سيلكت على ده كله واقول له اعملهم لي جروب بالشكل دوت، فاصبح الجزء اللي جوه مفرغ بشكل منظم بالشكل دوت. طيب ممكن بعد كده اعمل ايه؟ ممكن اجي اقول له خليك في التوب، واقول له ان انا عايز مثلا حاجة زي كده. تمام اهيت، وقول له ان انا عايز اعمل لها ميرور بزاوية 90، وعايز اصغرها شوية. ممكن نبدأ نقول له مثلا سكيل، بالشكل دوت، وعايز احطها
لا القباية نفسها، فهنقلها بشكل دوت اهي. اعمل سيلكت على الجزء دوت واقول له كنترول دي كرره لي، واقول له خليه مفرغ دلوقتي الشكل ده، هقول له اندروب وابدا ادخل جواه. طيب الجزء ده انا عايز الغيه، الجزء دوت ده كله ده سوليد، هقول له ان انا عايز اعمله هول، واروح اعمل دمج مع الشكل دوت واقول له جروب، هيبدا يظهر معايا بالشكل دوت.